الحمد لله انا بصحه جيده. الحادث صرا عنده يومين، ماشي البارح، عنده دو البارح. وعندي برك كدمات في الراس، صداع، سيتو تافي نورمال، صداع في الراس، ما حبش نحبس لي من يوم الحادث. وكدمات على مستوى الفك، مستوى الرجل، على مستوى اليد الثاني. دونك بسبب هاد الالاف الرسائل ومئات المكالمات اللي اضطريت انه نعمل لكم فيديو ونخرج لكم بهاد الصوره، لكن الحمد لله يا ربي جات في الحديد مخلوف. ومن تماك جاو الشرطه، اول واحد اللي التحق بيا هو الامن، يعطيهم الصحه، ما خلاو حتى واحد يصور وما خلاو حتى واحد يدنا، مالغري كانوا كاينين هذاك الوقت ديجا. الله يسمح لهم، كانوا حابين يسرقوا وحلوا الباب، كانوا حابين يسرقوا في الطوموبيل وليساك والتليفون وتو.